جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيين المولى جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخويه التاريخيه المتميزه التي تجمع بين مملكه البحرين ودوله فلسطين الشقيقه